السلحفاة الذكية. كان هناك غابة جميلة يعيش سكانها في نظام ومحبة، ويتعاونون مع بعضهم البعض ويتجاورون في مودة وإخاء. وفي يوم من الأيام خرجت الحيوانات تفتش عن طعامها في كل أنحاء الغابة، وتجد في سعيها في هدوء وأمان، وإذا بصوت الأسد يزمجر بالغابة ويملأها رعبا، فخافت الحيوانات وتركت ما كانت تبحث عنه، وصار همها أن تتوارى عن أعين الأسد الغاضب والجائع. وبينما كان الأسد يقفز من مكان لآخر بحثا عن طعام يسكت فيه جوعه، وجد سلحفاة صغيرة لم تستطع الاختباء لأنها بطيئة الحركة، فأوقفها الأسد وقال لها: أليس في الغابة حيوان أكبر منك يسكت جوعي؟ إنني يا سيدي الأسد مسكينة، فجميع الحيوانات تستطيع الاختباء إذا داهمها خطر، أما أنا فلا. اسكتي أيتها الصغيرة، سآكلك رغما عنك، فإنني لم أجد أرنبا أو غزالا ووجدتك في طريقي، فهل أتركك وأنا أتضور جوعا؟ إنك لن تشبع سيدي إذا أكلتني، بل على العكس سيتحرك الجوع فيك أكثر. لن تستطيعي إقناعي، سآكلك، يعني سآكلك. ولكن قبل أن تأكلني لي عندك رجاء. ما هو؟ لا تعذبني قبل أكلي، فإني أرضى أن تدوسني بقدميك أو أن تضربني بجذع شجرة ضخمة، ولكني أرجوك ألا ترميني بهذا النهر. سأفعل عكس ما طلبت مني، بل سأرميك أيتها المخلوق الحقير. فتظاهرت السلحفاة بالبكاء والخوف، فأخذها الأسد ورمى بها في النهر، ولكن السلحفاة الذكية ما لبثت أن ضحكت وقالت للأسد: يا لك من حيوان غبي، ألا تعرف أنني أعيش في الماء ولا أخاف منه لأني أجيد السباحة. ليس العبرة في ضخامة الأجسام، وإنما العبرة في فطنة العقول. وهكذا استطاعت السلحفاة أن تنجو من الأسد بفضل ذكائها.